تبحث لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح إمكانية تعيين طاقم تحكيم عربي لإدارة لقاء الأهلي والزمالك في الأسبوع 34 والأخير للدوري الممتاز. تدرس اللجنة اختيار طاقم من السعودية أو الإمارات لإدارة هذه المباراة بعد أن رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة مقترح عبد الفتاح بتعيين طاقم تحكيم محلي لهذه المباراة نظرا لأنها خارج إطار المنافسة على البطولة بعد أن حسم النادي الأهلي لقب الدوري هذا الموسم وتم تسليمه الدرع في المباراة الأخيرة أمام أنبي. كان اتحاد الكرة قد تراجع عن تعيين حكام مصريين لإدارة اللقاء خوفا من زيادة اشتعال الأمور بين اتحاد الكرة والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.